نبغى نعرف مرزوق ليش دخل السجن؟ أسباب المخدرات وشرب المسكر. لا اشرح لي كله قل لي القصة كلها إلى ما مسكوك. بدايتها شربنا المسكر وتعطينا المخدرات، بعدين طلعنا ولحقتنا الدوريات عشان تضليل وما تضليل وقيادة ميب سليمة. يعني ايش سويت في الشارع بالبداية؟ سلسلة كذا يعني عاكس شارع، ايش سويت؟ زي كذا. لا مو زي كذا، قل لي. سكران ومو بماسك طريقة يعني. صح. فلحقتك الدورية وصار الحادث قدام. وكم سيارة صدمت؟ ما صدمت سيارة، صدمت شخصين قاطعين الشارع. يا رجل. اي نعم. كنت مسرع مرة. مسرع. كم السرعة؟ 150-160. 150-160 تقريبا. دهستهم توفوا الله يرحمهم يعني؟ الله يرحمهم. لا اله الا الله. شرح لي، قول لي كم سنة لك هنا؟ يعني حدود 15 سنة تقريبا. لا في السجن. السجن؟ ايه. لي 3 سنين و7 شهور تقريبا. 3 سنين و7 شهور. نعم. وكم باقي لك؟ 3 شهور ان شاء الله. ان شاء الله. الوالد موجودين؟ سم ايش قلت؟ الوالدين موجودين. موجودين الوالد موجودين. يجونك هنا دائما؟ والله كانوا يجون، انا قلت لهم لا تجون. ليش؟ يعني كبار شوي، ما ابغى اتعبهم في الزياره رايحين جاي. بس تعبهم يا مرزوق، تعبهم اكيد. تعبهم. إن شاء الله. تعبتهم والله. كنت مدمن لحبوب المهدية اللي هي الزنكس والروش. كنت أتعاطى منها تقريبا حبتين ثلاث في بداية أول ما طحت فيها. تدرج الموضوع لين صرت أكل منها 60-70 حبة لمدة يعني في اليوم الواحد 60-70 حبة. سويت ثلاث حوادث. واحدة منها الحين وجهي كله حديد بالكامل، مسوي ترميم وجه كلها بسبت الزنكس، كنت تحت تأثير الزنكس. واحدة منها سويت الحادث وجهي بالكامل تفتت. الحادث الثاني على طريق الملك عبد الله. نعم. كنت ماكل زنكس تقريبا ماكل 80 حبة. فماني ناظر الطريق، انا احسب اني ماشي في طريق، اني ماشي سيدة. داخل في الجزيرة طارت السيارة، كنت توني ماخذها يعني قيمتها 200,000 شاري السيارة. تو طرت انا في السيارة كاملة، رجلي من هنا انكسرت. لكن اخر حادث سويتها صدمت، كنت طرد المكافحة، مكافحة المخدرات. انحشت منهم، انا عرفت انه مكافحة، انحشت منهم طلعت على الشارع، كان في واحد بيقطع الشارع صدمته. لا ما توفى الحمد لله، ما توفى بس الآن الرجال في المستشفى. وأبوي أمي والله أنا ماني عارف إيش صراحة إيش أقول لهم، بس إن يسامحوني يعني، إن شاء الله إن بعد ما أقضي فترة محكومية إني أطلع وأعوضهم عن كل هذا اللي صار إن شاء الله. حبيبي أول شيء كم عمرك؟ 24 سنة. 24 سنة. أبغى أعرف القصة يا محمد من البداية لين ما وصلت هنا. أحد الشوارع المعروفة للتفحيط كنت أفحط فيها، والمهم طردني مرور. إيه؟ السري والمرور المعروف. المهم دخلت حارة الحي اللي أنا ساكن فيه. بعد ما هربت وبعد ما سلمت الحمد لله، وقفت عند بيت صاحبي، كان بيت على التقاطع. آخر الليل الوقت. كنت متعاطي وقتها زينكس، كنت قاعد اطقطق بالجوال مدنق، ما كنت ادري هذا. بعد ما هربت رحت لخويي؟ بعد ما هربت وقفت عند بيت خويي. ايه. المهم ما مدني، رفعت راسي كذا حصلت سيارة دورية قد سكرت علي، والثانية اشوفها بالمراية بتصدمني خلاص. حاولت اهرب، صدموني على الكفر على الجهة. صدموك ولا صدمتهم انت؟ هم صدموني يوقفونك. ايه. وانت سويت فيهم؟
حاولت اهرب بس عاد ما مضيت. حاولت اهرب وش سويت يعني؟ صدمت العرب صدمتهم يقول صدمت الدوريات إيه؟ وحست الدوريات حست الدنيا يعني حست الدنيا كلها. حاولت اهرب المهم طلعت لي مع الشارع قدامي لفه ابغى ادخل مع اللفه هذه والدوريه كان معي مواصل صار يدفني الدوريه لين صدمت في الدوريه شابكه معك شابك معي وانت ماشي فيها ساحب هو ساحبني ويدفني زياده. كم لك هنا؟ ستة شهور. ستة شهور إيه. محكوميتك كم؟ ثلاث سنوات. بسألك سؤال مباشر، متى حسيت بالندم؟ بعد والله ما فارقت أمي وأبوي. محمد أبغاك تكلم تكلم الوالد والوالدة الله يحفظهم لك. والله كلام ما يوفي. قول يبي يسمعونك. والله بيسمعونك إن شاء الله. إن شاء الله إذا طلعت محمد الأول ما هم بعرفينه، محمد ثاني، حياة جديدة، مهنة شريفة. محمد الأول خلاص انتهى، محمد تغير.